بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نجاوبوا على الأسئلة ديال الكونكور ديال المات اللي كان في الـ FMP ديال وجدة في السنة ديال 2019. طبيعة الحال كتعرفوا أن الأسئلة اللي كاينين ديال المات عندهم المدة المحددة باش تجاوبوا هي 30 دقيقة، فغادي تحاولوا تحطوا قدامكم الأسئلة كاملين ديال المات، تعطيوها ديك نص ساعة ديالها تجاوبوا ما أمكن على الأسئلة بالطريقة اللي تتبان لكم أنها صحيحة، وملي تسالي هذيك 30 دقيقة غادي ترجع للأسئلة اللي أنت ما قدرتيش تجاوب عليهم، وحاول تبحث فيهم واحد شوية وتبحث على طرق وتقنيات كيفاش تجاوب ديك الساعة. عطي الوقت الكافي ديك الساعة ماشي مشكل، لأن يعني باش مرة كتدرب على الوقت ومرة كتدرب على اكتشاف طرق الإجابة براسك. ملي كتسالي هاد المراحل كاملين عاد كتشوف معايا التصحيح في الفيديو باش تعرف وتقارن مع الإجابات اللي درتي، ومن جهة أخرى تعلم مجموعة من التقنيات ومن الملاحظات اللي غادي نطرقوا ليها إن شاء الله في هذا التصحيح. إذا غادي نبداو دابا بالسؤال رقم واحد. إذا قالوا لنا الفضاء منسوب إلى معلم متعامد منظم مباشر أو إي جي كا، دونك لاسباس إي رابورتي أ أن روبير اللي هو أورتونورمي ديريكت أو إي جي كا، ونعتبر النقطة جي ذات الإحداثيات 1 2 ناقص 1 والمستقيم دلتا. كتلاحظوا هاد الضغوط دلتا في الحقيقة راحنا معبرين عليها بمعادلتين، لأن كنتكلموا على إيكواسيون دون ضغوات دون ليسباس، يعني معادلة مستقيم في الفضاء. هي في الحقيقة في الفضاء ما كنسميوهاش معادلة مستقيم، ما كنقولش معادلة، ماشي إيكواسيون، وإنما تكون نظمة معادلتين، تكون سيستيم ديكواسيون. وبالتالي هنا غادي ندير واحد التذكير خفيف بالزربة، لما كنتكلموا على مستقيم يعني فاش كنكونوا في الفضاء نعبر على المستقيم اللي سميناه دلتا اما بنظمة معادلتين كتكون على شكل يعني بحال لو تقول هي تيكونوا عندنا جوج المعادلات ديال جوج المستويات. يعني بعبارة اخرى اي مستقيم من الفضاء ممكن نعتبره هو انترسيكسيون دو دو بلون، يعني تقاطع ديال جوج المستويات. بمعنى النقط التي تنتمي الى دلتا، هذه النقط ذات الاحداثيات اكس واي زد، فهي تحقق معادله المستوى الاول ومعادله المستوى الثاني، فهم؟ وبالتالي تتكون على هذا الشكل، على شكل ا اكس زائد بي واي زائد سي زد زائد دي ايكال 0، ثم ا بريم اكس زائد بي بريم واي زائد سي بريم زد زائد دي بريم ايكال 0. المهم هذه بشكل عام، يعني دونك هذه الطريقه رقم واحد كيفاش كنعبروا على مستقيم. الطريقه رقم جوج وهو par une représentation paramétrique، يعني بواحد التمثيل بارامتري تيكون على شكل x كتساوي اف تي زائد واخا بلاتي ندير هنا نزيد ا بريم ياك، y تتساوي ب في تي زائد ب بريم، z تساوي c في تي زائد c بريم، بحيث تي ينتمي ل r. دونك تمثيل بارامتري معناه كندخلوا واحد البارامتر تي، كل ما غيرت هذاك تي في ار كل ما كنحصل على قيم ديال اكس واي زد، فهذوك غيمثلوا لي احداثيات ديال نقطه واحده ام ذات احداثيات اكس واي زد اللي هي نقطه تنتمي الى المستقيم دلتا. المهم بشكل عام هذا الشيء فيما يخص يعني تعبير على مستقيم في الفضاء. احنا عندنا راه اكس كتساوي واي موان ز، ثم عندنا اكس كتساوي زد بلس ا، يعني في الحقيقة بحال عندنا واحد السيستم بحال هكذا نظم المعادلتين هما عبروا على هذا الشكل. ثم عطاونا المستوى بي دو المعادلة 2x موان y بلو زد موان زد ايكال زيرو. اجيو دابا نشوفوا الاقتراحات اللي عطاونا، واللي بطبيعة الحال خصنا نلقاو في الأخير أن اقتراح واحد فيهم اللي غادي يكون صحيح. في رقم واحد أولا في أ، وواحد المسألة اللي كنبه عليها دائما في الفيديو غادي نعاود نبه عليها الآن، هو ليس ضروري أنك تمشي بالترتيب اللي كنحاول نمشي به أنا في الإجابات. نهار الكونكور راه خصك يعني بهذه العباره غادي نقولها لك خصك تضرب على راسك، بمعنى كيدخل فيها الحظ، كيدخل فيها تجربتك في النماذج اللي خدمتي، كيدخل فيها السرعه ديال التفكير، سرعه الملاحظه، بزاف ديال الحوايج. بمعنى نقدر انا نبدا نناقش معاك من ا بي سي دي او غير من باب النقاش في الاكزرسيس التصحيح، ولكن نهار الكونكور راه تقدر تقرا السؤال وطيح عينك مثلا على الدي وتقدر تلقى الدي هو اللي صحيح، تفكر فيه هو الاول، فهمتي؟ دونك انت خصك دير واحد الاطاله خفيفه على الاسئله
وشوف شنو السؤال اللي بالك قريب يعني ساهل او لا تبدا به وتجرب. دونك هنا كيدخل فيها بزاف ديال الامور. اذا هذه المساله باش ما تبقاش انت في العمل ديالك نهار الكونكور مرتبط بشي حوايج كنديرهم انا اللي هما اللي ما كيكونوا امور استثنائيه بحكم ان هذا تصحيح في فيديو. دونك انا ضروري خصني نمشي معاك من الاول ونناقش، فهمتي؟ يعني هذه الملاحظه تبقى مهمه بزاف. على كل حال في الاقتراح أ قال لك المستقيم دلتا ضمن المستوى بي. اذا هنا كيفاش غادي نجاوبه بسرعه؟ باش يكون واحد المستقيم دلتا ضمن واحد المستوى بي من الناحيه الرياضيه معناه ان جميع النقاط التي تنتمي الى دلتا خصنا نلقاوها تنتمي الى المستوى بي. هذا الشيء بشكل عام، ولكن اقل عدد من النقاط اللي خصنا نقلب انا هو يكونوا على الاقل جوج نقاط من دلتا كاينين في بي. اذا اش غادي ندير بسرعه؟ غادي نختار نقطه تكون تنتمي لدلتا، نختارها بشكل عشوائي، المهم تكون تنتمي لدلتا ونشوفها هل تحقق معادله المستوى بي. اذا بسرعه غادي ندير دوغ، ناخد مثلا باش ناخد نقطه ا تنتمي الى دلتا خاص الاحداثيات ديال ا يكونوا تحققوا لي هاد المعادلتين جوج. اذا غناخد مثلا الى اعتبرت اكس يساوي زيرو من هاد المعادله غتجيني ايكغاك يساوي واحد، وعاوتاني من هاد المعادله هادي مع كتساوي اكس غتجيني زد كتساوي ناقص واحد. يعني اذا خدينا اكس زيرو غتجينا ايكغاك يساوي واحد وزد يساوي ناقص واحد. اذا هاد النقطه ا تنتمي الى دلتا. السؤال هل النقطه ا تنتمي الى المستوى بي؟ غادي نمشي نشوف بسرعه واش كتحقق لي هاد المعادله. اذا غنضرب دو فوا زيرو اللي هي زيرو موان ايكغاك نعوضها بواحد دونك موان زان بلوس زد اللي هي موان زان دونك موان زان عاد موان زان كتساوي زيرو. هذا غير ممكن. اذا النقطه ا لا تنتمي الى المستوى بي. لو لقيت ا تنتمي الى بي غادي نقلب على نقطه اخرى بي حتى هي من دلتا نقلب واش تنتمي لبي. الى لقيتها تنتمي لبي اذا الاقتراح ا هو الصحيح. بما انني لقيت فقط غير نقطه واحده من دلتا ما كايناش في المستوى بي، اذا هذا يعني ان المستقيم دلتا ليس ضمن المستوى بي، اذا فهذا اقتراح خاطئ. كنضرب عليها لان في الكونكور كيكون عندك واحد لاكاز وكتمشي كتكوشي بحال هكذا، فالمهم ما تخلطش الامور. هذا غير وساخ بالنسبه لي ندير فيه ما بغيت، ولكن بطريقه اللي ما تاثرش عليك انت. مزيان. هنا في بي تيهضروا لي على المسافه، نقدر نخليها ونشوف مادام هضرت على ضمنها نشوف التعامد والتوازن. نشوف هادشي بسرعه. قال لك دلتا و بي متعامدان. باش نشوف مستوى ومستقيم هل هما متعامدان خصنا نتكلم على لي فيكتور، على المتجهات. بالنسبه للمستوى بي غادي نقلب على متجهه منظميه عليه، يعني واحد الفيكتور نورمال. وبالنسبه لدلتا غادي نقلب على ان فيكتور ديريكتور، يعني على متجهه موجهه. بالنسبه للمستقيم دلتا باش نجبد متجهه موجهه بطريقه زعما اسهل، الحل هو نعبر على هاد الشيء هذا باستعمال داك التمثيل البارامتري. المهم باختصار شديد باش نعبر على دلتا باستعمال يعني داك التمثيل البارامتري، نوضع اكس مثلا يساوي تي. دونك هذه تقنيه كنديروها، كنوضع اكس يساوي تي وغنمشي نقلب على ايكغ وعلى زد شحال غيساويو كنتيجه. الا خديت اكس هو تي، اذا كم يساوي ايكغ وكم يساوي زد اعتمادا على هادشي. إلى عطينا إكس يساوي تي من هنا إيكغاك غتساوي لنا تي زائد واحد. دونك إكس يساوي تي، إيكغاك تساوي تي زائد واحد، زد غتساوي دونك ناقص واحد ندي واحد على إكس غتساوي لنا إكس ناقص واحد، يعني تي ناقص واحد، تي ينتمي لآر. مزيان. إذا من هنا كنستنتج بأن الفيكتور أو ذو الإحداثيات واحد 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 هادي متجهة موجهة لدلتا. كذلك من المعادله الديكارتيه ديال المستوى بي كنستنتج بان الفيكتور اللي غنسميه ان ذو الاحداثيات جوج ناقص واحد واحد فهذه متجهه منظميه على المستوى بي. مزيان. اذا بغينا المستوى بي والمستقيم دلتا يكونوا متعامدان خص هاد لي دو فيكتور يكونوا متعامدين حتى هما. كنتكلموا بطبيعة الحال دابا على مستقيم مع مستوى، ماشي مستوى مع مستوى. اذا هنا خصنا نردوا البال اشنو كاين. وبالمناسبه باش انكم تضبطوا مزيان هاد الشيء اللي كنناقش، كاينين عندي 6 ديال لي فيديو في الهندسه الفضائيه في شرح الدرس اللي شرحته في الحقيقه هذه 4 سنين ولا 5 سنين، فحطيته في القناه ديالي في اليوتيوب. ولكن الطريقه باش شرحت مهمة جدا وكتبازيك باش انك تقدر تستوعب هادشي وتكون غادي فيه مزيان. واخا ديك الساعة ما كنتش كندير من اجل الاستعداد للكونكور، ولكن غادي ترجعوا ليهم ان شاء الله غادي يفيدكم بزاف، وغادي نحطهم لكم حتى في فيميو ان شاء الله باش نسهل عليكم الامور ومتمشيوش تقلبوا بزاف في القناة. اذا
دونك هنايا باش نشوفوا قلنا المستقيم دلتا و بي هل هما متعامدان، غادي نشوف هل المتجهتين U و N مستقيمتان. صافي، إذا غنشوف U و N هل هما مستقيمتان كولينيير. دو فيكتور يكون كولينيير معناها ماذا؟ معناها وحدة فيهم مثلا U غتكتب على شكل ك فوا الأخرى، بحيث ك عدد ينتمي إلى R نجمة، يعني ما يكونش غير سطح حيت هادي راه نون نيل. على كل حال دونك حنا باش نشوفوا هاد القضيه كنمشيو نشوفوها من الاحداثيات. يعني شنو خصك دير؟ خصك تلقى الاحداثيات اللي عندك في U، كتلاحظ بان ضربتيهم في نفس العدد وعطاوك الاحداثيات اللي كاينين في N، وهذا غير صحيح. لاحظ هنا عندك واحد واحد واحد، وهنا عندك جوج ناقص واحد واحد. هاد الواحد اللي هنا بقات هنا، يعني فاش ضربتي هادي ضربتيها في واحد نيت، يعني لو كنتي غتضرب داك الكا هو واحد غتضربهم في هادو كاملين، غتضربته هنا في واحد خصها تبقى واحد، ولكن عطاتك جوج، اذا ما يمكنش يكونوا مستقيمتان. وبالمناسبه داك الكا ماشي ضروري نضربوه غير في ديال ان، تقدر تضرب في ديال او ويعطيك ان، اما ان تساوي كا فوا او او لا او تساوي كا فوا ان. صافي، دونك من بما ان هذه القضيه ما كايناش، اذا فالمتجهتان هادو غير مستقيمتان، وبالتالي المستقيم دلتا والمستوى بي ما يمكنش يكونوا متعامدان. ملي هضرنا على التعامد اجي نشوفوا حتى التوازي. قالك دلتا و بي متوازيان، دلتا و بي باش يكونوا عاوتاني متوازيان خص المتجهات اللي تكلمنا عليهم يكونوا متعامدين، لان يعني مستوى مع خاف حق ندير له هكذا باش يبان شويه. دونك هذا المستوى وهذا المستقيم، مستقيم عنده متجهه موجهه غادي معاه بحال هكذا، والمستوى عنده المستقيم قلنا متجه موجه، والمستوى عنده متجه منظمي عليه. باش يكون المستقيم يوازي المستوى خص هاد المتجهه هادي مع هادي خصهم يكونوا متعامدين، وباش يكونوا متعامدين خص البرودوي سكالير ديالهم يعني جداء سلمي خص يكون يساوي صفر. اذا درنا اي سكالير ان، وهادشي كامل كديرو بعينك، انا كنكتب من اجل الشرح. اذا غدير واحد في جوج اللي هي جوج، زائد واحد في ناقص واحد اللي هي ناقص واحد، زائد واحد في واحد زائد واحد، واش كتساوي زيرو؟ لا، كتعطينا جوج. اذا المتجهتان غير متعامدتين، وبالتالي المستقيم والمستوى غير متوازيين، اذا ما يمكنش يكونوا متوازيين. في الاخر بقاو لي جوج ديال الاقتراحات. الاقتراح الاول بي زعما كيهضر لي على المسافه ما بين النقطه جي والمستوى بي، والاقتراح او كيهضر على المسافه بين النقطه جي والمستقيم دلتا، يعني خصنا نحسب المسافه بين جي والمستوى بي او لا جي ودلتا. هنا ملي كتذكر دابا نتا العلاقات اللي كنحسبو بهم كتعرف شنو هي الاسهل، يعني في العلاقه الحسابيه باش تحسب شنو هي اللي سهل بزاف، واش تحسب مسافه نقطه عن مستوى ام مسافه نقطه عن مستقيم، حيت انت في جميع الحالات بقاو لك جوج اقتراحات قدامك واحد فيهم غيكون صحيح. اذا هنا كيخصك تحسب مسافه النقطه عن المستوى حيت هي اللي سهله. لقيتيها ثلاثه دونك هذه راه هي لا بون ريبونس، لقيتها تخالف ثلاثة إذا هذا هو اللي غيكون جواب صحيح. صافي، باش ما نصعبوش على الأمور على راسنا بزاف. إذا مسافة النقطة جي عن المستوى بي كنديرو هكذا، لا فارغ أو سولينا، كنعوضو إحداثية النقطة في معادلة المستوى بي. دونك لاحظ جوج في واحد هي جوج، نكتب غير هنا تنكتب لتحت، ناقص جوج ثم زائد زائد اللي هي ناقص واحد، ثم عندنا هاديك ناقص واحد كتمشي هادي مع هادي، دونك تتبقى لنا القيمة المطلقة ديال ناقص جوج على الجذر ديال المعاملة اوكاري. دونك جوج اوكاري غتبقى هنا زائد واحد زائد واحد، دونك هي ستة، اذا كتساوي جوج على جذر ستة. حنا هنا في هادي عطاونا هي ثلاثة، هادي راه باين يخالف ثلاثة. فهم باش نلاحظو اكثر، بحال غندير جذر جوج مختزل اوكاري مختزل بجذر جوج، هنا غتبقى لي الجذر ديال جوج على ثلاثة، بمعنى لقينا هاد لافالور اللي هي كتخالف ثلاثة. اذا هذا جواب خطأ، وبالتالي لا ريبونس اللي هي جوست اللي هي او. اذا المسافة بين جي و دلتا هي جذر ديال جوج على ثلاثة. المهم فيما يخص الهندسة الفضائية حاولت ما امكن نشرح شوية ونمشي دقة دقة في هادشي هذا باش تفهموا مجموعة ديال الأمور وتكون فيها تذكير في بزاف ديال الحوايج، ولكن هادشي كامل اللي درت الآن راه تيبقى غير كافي حيت الهندسة الفضائية عطى الله فيها ما يدار صراحة، وغادي نحاول إن شاء الله في حصص أخرى تكون خاصة بهاد الدرس كمراجعة شاملة، يعني من غير هادوك الفيديو اللي هما كاينين ديال شرح الدرس
غادي يكونوا فيديوهات ديال مراجعة ديال مجموعة ديال التقنيات غادي نحتاجوها في الدرس. مزيان، نشوفوا دابا السؤال رقم 2. إذا عطانا U1 est une suite numérique اللي هي ديفيني باغ U1 égale à 1 et pour tout n appartient à n étoile عندنا U1 plus 1 égale 2 divisé par n fois Un. اقتراح A قال لك U1 est une suite géométrique de raison 2 divisé par n، يعني U1 هندسية أساسها جوج على n. ثم نشوف الاقتراح الأخرى. أول ملاحظة هو أن فاش كنتكلموا على متتالية هندسية أساسها R أو لا أو لا عفوا هنا تسميه Q أو لا متتالية حسابية أساسها R، هاد Q و R الشرط الأساسي فيهم تكون أعداد غير مرتبطة بالعدد N، ضروري في الكتابة ديالها خصها تكون أعداد ثابتة يعني قيم ثابتة ما مرتبطاش بN، دونك أوتوماتيكمون ملي أنا مرتبط بN إذا هذا اقتراح غير صحيح. واخا هنا في بي قال لك U N متتالية تزايدية، متتالية تزايدية كنحاولو نحسبو U N زائد واحد ناقص U N، ولكن ماشي داك الحساب ديال الباك بطريقة فهمتي تقيلة يعني تبقى تحسب وتعوض، ماشي بهديك الطريقة، خصك تعتمد شوية على الملاحظة. حنا كنشوفو واحد المسألة U N زائد واحد كتكتب على شكل عدد فوا U N، شوف لي غير داك العدد قارنو مع واحد، لأن فاش تبغي تهضر على رتابات متتالية تيخصك في آخر المطاف تقارن لينا U N بلس A مع U N، خصك تقارن شكون اللي كبير من الآخر شكون اللي صغير من الآخر، وحنا باش نقارنو داكشي علاش كنحسبو الفرق وندرسو الإشارة. المهم قارني بعينك إلا قدرتي، كتلاحظ أنه ابتداء من كون أن N أكبر من أو يساوي جوج، لأن N كاين في N نجمة، إذا القيم اللي كياخد N هي واحد جوج ثلاثة حنا غاديين، إذا ابتداء من القيمة اللي هي جوج غيولي عندك جوج مقسومة على n أكبر أو عفوا أصغر من أو يساوي واحد، راح تقسم هنا على n. إذا ملي جوج على n صغر من واحد إلا ضربنا في هذيك un هنايا غتولي جوج على n فوا un أصغر من أو يساوي un، وها جوج على n فوا un هي ماذا؟ هي un زائد واحد. إذا كنستنتجو أن un زائد واحد أصغر من يساوي un، وبالتالي ف un هي متتالية ماذا؟ غتولي تناقصية ياك؟ لا خطأ، اللي مهم هو ليست تزايدية، ليست تزايدية، وما عندكش الحق تقول تناقصية في هذه الحالة. علاش؟ علاش هذه ماشي صحيحة؟ لأن فاش كنتكلموا على المتتالية يو ان كنتكلموا عليها بهذه الطريقة، تنقولوا يو ان ان ينتمي إلى ان نجمة، يعني باعتبار أن حدها الأول هو ماذا؟ هو يو واحد، بينما هذه الترتيبة ولا هذه المقارنة اللي لقيناها انطلاقا من الحد الثاني من اي جوج. يعني الا بغيتي تحقق واش التناقصيه المتتاليه خصك تقارن اي جوج مع اي واحد بوحدهم، الا لقيتي اي جوج حتى هي بدورها صغر من اي واحد عاد غنقولوا اذا المتتاليه تناقصيه، اما اي جوج راه داخله مع هادو بوحدها، يعني اي 3 راه صغر من اي جوج، اي 4 صغر من اي 3 كلهم محسوبين هنا، ولكن اي واحد ما داخلاش في هذا الشيء لان خدينا من ان اكبر من يساوي جوج، اذا خصك تحسبها بوحدها، وحنا ما تهمناش اصلا حيت ما سولوناش واش تناقصيه صافي. ولكن مزيان نشير لك هذه القضيه، لو كنتي في الكونكور وتحطيتي في شي وضعيه بحال هذه وعطاوك في الاقتراحات ان يو ان تناقصيه بطبيعه الحال غتقول جواب غلط حتى تتاكد. يلا نتاكدوا دابا حنا ونكملوا نيت، حنا بحال طرحنا سؤال اخر، دابا نمشيو نحسبوا اي جوج من خلال المعطيات. اي واحد هي واحد، اي جوج نعوضوا ان بواحد غتجينا جوج على واحد فوا اي واحد، دونك هي جوج في واحد هي جوج، اذا لاحظ اي جوج غتجينا كتساوي جوج، بينما اي واحد هي ماذا؟ هي واحد، دونك لاحظ اي جوج كبر من اي واحد، ولكن الا جيتي لاي 3 غتلقاها صغر من اي جوج، بمعنى في هذه البلاصه كتبان لك كان المتتاليه راه غتكون تزايديه، ولكن في داكشي اللي لقينا كتبان لك انها تناقصيه، بمعنى اخر لو تكلمنا على المتتاليه باعتبار حدها الاول هو اي واحد، هذه المتتاليه ليست لا تزايديه ولا تناقصيه، ولكن راها تناقصيه ابتداء من واحد الحد ابارتيغ دان سيغتان رون اللي هو بي ايكال 2. إذا هذا اقتراح غير صحيح. سي قال لك UN متتالية مصغورة بواحد على ربعة. دابا هذا الاقتراح هذا يقدر يدوخكم واحد شوية، لأنه كيفاش غتأكد واش UN زائد واش UN أكبر من أو يساوي واحد على ربعة لكل N من N نجمة؟ فهم هنا غادي
نعتمد كذلك على الملاحظة والنقاش اللي ناقشنا دابا. فيما يخص رتابة المتتالية، شنو لاحظنا دابا حنا؟ لاحظنا أنه باستثناء الحد الأول، إلا حيدنا إي واحد، إلا اعتبرنا المتتالية إي أن بادية من الحد اللي هو إي جوج، فالمتتالية تصبح تناقصية ديك الساعة. مزيان. وثانيا نلاحظ أنها متتالية موجبة، لأن إي جوج حسبناها جاتنا جوج عدد موجب، وبالتالي غنبقى نضربوها في عدد موجب، فالحدود كلها غتجينا حدود موجبة. موجبة معناها ماذا؟ معناها مع الأقل فهي مصغورة بصفر. إذا إي أن متتالية غتكون تناقصية ابتداء من الحد إي جوج، صافي، وغتكون مصغورة بصفر، إذا فهي متقاربة. هاد لاسويت غتكون كونفيرجونت، بمعنى تقبل واحد ليميت اللي هي غتكون عبارة على عدد نسميه ال، ذاك العدد ال غيكون محصور بين صفر وجوج. مزيان. إذا عوضت هنا ال وهنا ال باش تحسب الليميت، لاحظ الليميت ديال جوج على ان عندما يول ان إلى بلوس لانفيني، غتجيك هي جوج على لانفيني هي زيرو، زيرو فوا ال هي زيرو، وغتجيك ديك ال هنا كتساوي زيرو. بمعنى آخر المتتالية يو ان الليميت ديالها في بلوس لانفيني تساوي صفر. إذا فالمتتالية يو ان لما تكون ان كبير تتقرب من الصفر، إذا ما يمكنش تكون مصغورة بواحد على أربعة. بمعنى باش نعاود نكتب لكم هادشي بسرعة، دونك فهمنا علاش او ان راها كونفيرجونت يعني متقاربه، دونك الليميت ديالها غنسميوها ال، غتولي عندي ال كتساوي 2 على ان فوا ال. طبيعي الحال في انتظار انني غادي نحسب الليميت لما يول ان بلس لانفين، واخا التعويض غير ماشي بطريقه رياضيه صحيحه، ولكن غير تنبسط الامور، حيت لو عوضتي هذه بالليميت راح تاد الان خصك تعوضها. بمعنى اخر يلا حنا نمشيو بطريقه اخرى باش نمشيو بطريقه صحيحه في الحقيقه، بحال غتقول ليميت لما يول ان بلس لانفيني ديال او ان زائد 1 كتساوي الليميت عندما يول ان الى بلوس لانفيني ديال جوج على ان فوا او ان. قلنا حنا بان المتتالية او ان متقاربة، اذا فالليميت ديال او ان غتساوي لنا واحد العدد ال اللي هو العدد كاين في المجال زيرو جوج، لان او ان رجعنا محصورة بين زيرو وبين جوج باعتبار الحد الاول هو جوج. شرنا لهذه المسألة، دونك الليميت حتى ديال او ان بلوس ان غتكون بحال هذه، حتى هي كتساوي ال، ها هي ال كتساوي هذه غتعطيك جوج على لانفيني هي زيرو مضروبة في ال اللي هي زيرو. إذا نستنتج أن هذا ال يساوي ماذا؟ يساوي زيرو. ماذا يعني هذا؟ يعني عندما يكون ان يؤول إلى بلس لانفيني فإن يو ان تتقرب لعند زيرو، دونك يو ان غتكون عندها واحد القيم هنا، إذا واحد على أربعة بقات بعيدة. إذا مستحيل أن المتتالية تكون مصغورة بالعدد واحد على أربعة. وهادشي كامل واخا هدرت فأنت تديرو يعني بواحد السرعة كبيرة غير بعينك وتتعرف الجواب. بقالك دابا دي وبقالك او، في هذه الحالة ضروري خصك تحقق من دي، ما عندكش حل آخر. طريقة ديال التحقق من مثل هذه الصيغ، أولا كتحاول تجرب من أجل أن يساوي واحد، داكشي يكون بسرعة بسرعة كبيرة بزاف. عوض أن بواحد، جوج أس زيرو هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، زيرو عاملي زيرو فاكتوريال هو واحد، إذا غتجيك في الآخر واحد على واحد هي واحد، إذا صحيحة بالنسبة لأن يساوي واحد. حسبنا قبيلة إي جوج لقيناها جوج، أجو نجربو إي جوج. إلا عوضنا أن بجوج، دونك غاتجينا جوج أس جوج ناقص واحد، دونك أس واحد يعني هي جوج في البسط، لتحت غاتجيك جوج ناقص واحد هي واحد، واحد فاكتوريال هي واحد، إذا غاتجيك جوج على واحد هي جوج، يعني صحيحة حتى في إي جوج، ولكن هذا ما كيعنيش أنها صحيحة لكل أن من أن نجمة، لا، بعد على الأقل من جربتي دوك الجوج الأولين هادشي كيزعمك تقول واقيلا الصياغة تكون صحيحة، إذا أجي نتأكد منها بطريقة تكون زعما معقولة. إذا هما في الاقتراح تعطيونا أن يو أن كتساوي 2 على بيسونس ان موان زان ديفيزي باغ ان موان زان فاكتوريال. بحال غادي نحاول نبينها بالترجع، من اجل ان يساوي واحد راه ديجا تحققنا اي واحد، راه تحقق لنا ديك الصيغه في الترجع، تنقولوا نفترض هذا الشيء ونبين من اجل ان زائد واحد. من اجل ان زائد واحد شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى جوج اس ان على ان، ان زائد واحد ناقص واحد اللي هي ان فاكتوريال. غنطلق من الافتراض، إذا يو ان هي جوج أس ان ناقص واحد على ان ناقص واحد فاكتوريال، وخصني باش نحصل من خلالها على يو ان زائد واحد خصني نضرب في هذيك جوج على ان، مفهوم؟ إذا غتولي عندي جوج على ان فوا يو ان اللي هي ماذا؟ اللي هي يو ان زائد واحد كتساوي جوج مضروبة في جوج أس ان ناقص واحد هي جوج أس ان، ولتحت عندي ان فوا ان ناقص واحد فاكتوريال. هنا غادي ندير واحد الإشارة خفيفة، بصفة عامة فاش كنتكلموا على ان فاكتوريال فهي ان فوا ان ناقص واحد فوا ان ناقص جوج، وحنا هابطين هابطين حتى الفوا جوج فوا واحد، ان ناقص واحد فاكتوريال يعني كنبدا من داك العدد بطبيعة الحال كتعرفوه، وكنبقى هابط كنقص واحد وكندير الجذع،
ان ناقص جوج وهكذا جوج في واحد. دابا إذا شدينا هاد ان ناقص واحد فاكتوريال إذا ضربناها في ان، لاحظ هاد الجزء كامل اللي عندك هذا راه هو هذا حتى لهنا، فقط إذا شديتي ضربتيه في ان كيساوي لك ان فاكتوريال، فهم هادي يعني هادي غتعطيك ان فاكتوريال بكل بساطة. إذا في الأخير كتعطيك 2 لا بويسونس ان ديفيزي باغ ان فاكتوريال، وهذا يعني أن الاقتراح دي هو الاقتراح الصحيح، وهذا كيبقى اقتراح غلط من طريق الحل. أجي نشوفو دابا السؤال رقم 3. إذا قالك نضع اس كتساوي 327 زائد 338 زائد 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 حتى 767، ثم عطاونا اقتراحات. اقتراحات فيها تنتكلموا على لاباريتي دو اس زوجية العدد اس، جوج اقتراحات كنتكلموا فيها على قيمة العدد اس، وجوج اقتراحات أخرى كنتكلموا على مقارنة بين اس وبين واحد العدد آخر معلوم. الخطوة اللي خصنا نديرو في هذه الحالة هذه هو أولا تلاحظ هذه الحدود كيفاش كيتغيروا من 327 338. انا فاش شفت السؤال اول حاجه بانت لي من بلاصه 2 ولا 3 بلاصه 7 ولا 8 بلاصه 3 ولا 4 بلاصه 8 ولا 9، بمعنى اخر كتلاحظ من حد لحد كيزيدوا في شحال، كيزيدوا ب 11. بمعنى اخر ان ديك اس هي ماذا، هي 327 زائد هنا راه هي 327 اللي كانت وزدنا عليها 11، زائد 349 هي ماذا؟ راه هي 327 اللي كانت ولكن زدنا عليها هذه المرة 11 جوج المرات، وهكذا. وحنا غاديين حتى لداك 767 شنو غتكون؟ راه هي 327 زائد 11 فوا ان ديال المرات، خصني نعرف داك الان شحال كيساوي. وهذا باش نشوفوه بصيغة أخرى، فهذه الأعداد فهي تمثل مجموع حدود متتالية حسابية بكل بساطة. هاي تكتب على شكل هذا U0، هذا U0، هذا U0 زائد 1 في R، هذا U0 زائد 2 في R، بحيث الأساس ديالها هو 11، R يساوي 11. بمعنى غنعتبرو متتالية بهذا الشكل U0 كتساوي 327 ياك، و UN زائد 1 تساوي UN زائد 11. فهذه اتين سويت اريتميتيك دونك متتالية حسابية دو غيزون R ايغالا 11، سون بروميي تيرم هو U0. واخا تعبير دابا ديال لو تيرم جينيرال UN بدلالة N فهو يكتب على شكل U0 زائد N فوا R بكل بساطة، وراه هو هادشي اللي عندنا. يعني هذه راه هي ماذا، هي اي واحد لان ان هو واحد، واحد في 11 هذه اي جوج، جوج في 11. بمعنى اخر هذيك اس فهي كتساوي او 0 زائد اي واحد زائد اي جوج زائد حتى الاو ان، بحيث اي ان كم تساوي، تساوي هي 327 زائد ان في 11 اللي هي كتساوي ديك القيمه 767. هنا غادي نطبق لا فورمول ديال سوم دي تيرم دين سويت اريتميتيك. فهذه كتساوي ماذا؟ كتساوي لو نومبر دو تيرم، يعني عدد الحدود، عدد الحدود اللي هو غنديرو ان ناقص 0 زائد 1 في هذه الحاله هذه. اذا ان ناقص 0 زائد 1 مضروب لا سوم دو بروميي تيرم avec le dernier terme divisé par 2. بمعنى اس اللي عندنا دابا حنا شحال كتساوي، كتساوي عدد الحدود حنا نعبروا عليه مضروبه، الحد الاول هو اي 0 اللي هو 327 زائد الحد الاخير اللي سمينا حنا يو ان هو 767 ديفيزي بار 2. بقى عندنا الاشكال هو نعرفوا عدد الحدود، عدد الحدود خصني نعرف داك الان شحال كيساوي. داك الان حنا دخلناه في هذه الصيغه هذه، في هذه هاي. دونك باش تحسب هاد الان عندك واحد المعادله بسيطه جدا. دونك عندك هنا ان فوا 11 كتساوي 767 ناقص هاد الشيء هذا، دونك غتمشي 7 مع 7 غتبقى لينا 460، غتبقى 440 قسمو على 11 باش تعطينا ان، اذا كتجينا 40.
بين عدد الحدود غيكون هو 40 ناقص 0 زائد 1 اللي هو 41. صافي تحسب هادشي هذا واخا، دونك نحسبو دابا اس. لاحظ لقينا راسنا كنحسبو اللي ما عندكش حل من غير انك تحسب، يعني باش تفكر في الاقتراحات الاخرى ما غتفيدك حتى شي حاجه. حتى القضيه ديال الزوجيه، القضيه ديال واش زوجي ام لا، ما تنظنش واش غتفيد في شي حاجه، لان انت الاول فردي، الثاني زوجي، فردي زوجي، الاخر فيهم شنو غادي يكون؟ حيت كل فردي كيجي من موراه زوجي، مجموع ديال هاد العددين هادو كيعطيك في الاخير عدد فردي. عاوتاني، هذا فردي موراه زوجي، مجموع ديالهم كيعطيك عدد فردي. ايوا، هاد الفردي زائد الفردي شنو غيعطيك؟ غيعطيك عدد زوجي. دونك انت خصك في اخر المطاف تعرف شحال عندك من جوج الاعداد بحال هكا، جوج 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 جوج. اذا غتلون صراحه بهاد الحاله، والافضل هو نستعملوا هاد الشيء اللي كنديروا باش نجاوب. اذا واخا دونك عندي 41 هنايا، غادي نحسب دونك 7 زائد 7 14، احتفظوا بواحد، 8 9، ثم عندي 10، يعني 41 فوا غتكون تما 500، 45، 47، 547. غادي ندير الجداء، إذا هادي فوا 41، 7 4 5، دونك 28، 16، 18، 20، 21، 7، 12، 14، جوج، جوج. إذا 22427، 22427. وبطبيعة الحال في الكونكور نهار تشوف شي سؤال بحال هذا وما بان لك منين تبداه، هرب منه، سير الأسئلة الأخرى اللي تقدر تعرف فيهم، راه عندك غير نص ساعة، خصك تربح فيهم ما أمكن من النقاط، ماشي ضروري تجاوب على السؤال من مور سؤال بالتتابع. إذا 22427 اللي هو اقتراح ب. مزيان، خليني نرجع نشوف واحد الحاجة تما. المهم ما عليك، والحاجة غير واحد المرحلة، ماشي مشكلة. مزيان، دابا وصلنا للسؤال رقم 4 اللي عنده علاقة بالدرس ديال لي نومبر كومبلكس. هنا غادي نحتاجو واحد التقنيات راني شارحهم في فيديو وتكلمت عليهم بزاف وأكدت عليهم لأن مهمين بزاف، وهو كيفاش نكتبو بطريقة سهلة جدا عدد من هاد على هاد الشكل، يعني عدد على هاد الشكل، واحد زائد ليكسبونسيال اي تيتا، كيفاش نكتبو على شكل مثلثي أو لا على شكل أسي بسرعة. غادي نفهمو غادي نحتاجوها. إذا هما قالك نعتبر دابا في مجموعة الأعداد العقادية العدد زائد اللي هو واحد موان راسين دو دو سيغ دو موان راسين دو دو سيغ دو فوا اي. عطاونا اقتراحات، دير واحد الإطالة بسرعة على الاقتراحات كاملين. زيد أو كاري كيساوي واحد زائد اي، ثم هنا زيد لا بيسونس 8 كتلاحظ هاد الصيغة، هنا عطينا لارجيمون دو زيد، هنا عاوتاني لو موديل دو زيد، هنا زيد لا بيسونس 8. في جميع الحالات لا باش نتكلم على لي بويسونس دو زيد، او لا باش نتكلم على لارغيومون دو زيد، او لو موديل دو زيد، في جميع الحالات خصني نكتب زيد على الشكل الاسي باش نسهل على راسي الخدمه. وكنلاحظ ان هاد زيد راه مكتوب على هاد الشكل هذا، لان عندي زيد هو واحد موان تما هو ليكسبونسييل ديال اي بي سور 4. صافي، اذا على هاد الشكل، لهذا خصنا نذكروا الصيغه ديال واحد زائد ليكسبونسييل اي تيتا. دا فورمولا عطيتها لكم تما باش تكونوا ضابطين، انا غنحاول باختصار نذكر بالطريقه كيفاش نجبدوها. اذا داك واحد كنردو هو ليكسبونسييل اي تيتا سيغ 2 فوا ليكسبونسييل موان اي تيتا سيغ 2 بلس هادي كتولي ليكسبونسييل اي تيتا سيغ 2 فوا ليكسبونسييل ديال اي تيتا سيغ 2 كتساوي، كنعمل بليكسبونسييل اي تيتا سيغ 2، كتبقى لي هادي زائد هادي، نكتب هاد الاولى اللي فيها تيتا سيغ 2 بلس ليكسبونسييل ديال موان اي تيتا سيغ 2. ثم لي فورمول دولر كنحاول نستغلهم تما، كتجيني ليكسبونسييل اي تيتا سيغ 2، وهادي كتساوي لينا 2 فوا كوس تيتا سيغ 2. اذا على الشكل الاسي غادي نكتبوها هي 2 فوا كوس تيتا سيغ 2 فوا ليكسبونسييل اي تيتا سيغ 2، مع التنبيه على انه هادي هاد الكتابة ليست على الشكل النهائي ديال الكتابة على الشكل الاسي، لان هذا العدد خصك تاكد هل هو موجب ام لا. بمعنى اخر، خاص داك تيتا سيغ 2، ماشي هذاك العدد اللي هو تيتا سيغ 2 خصو يكون محصور
ما بين موان بي سور 2 اي بي سور 2 باش يكون عندنا الكوسينس موجب باش يمكننا نعتبره هذا هو المعيار. اذا ما كانتش هذه القضيه فديك الساعه كننتبهوا للاشاره وهذا الشيء راه ديجا نبات ليه. المهم حنا اللي احتاجينا غنعاودوا نناقشوا هذا الشيء. على كل حال حنا تذكرنا دابا هذه، ولكن الاشكال من بعد هذه الخدمه كامله كنلاحظوا بان حنا راه ما عندناش على شكل واحد زائد، عندنا واحد ناقص. اذا خصنا ايضا نجبدوا الصيغه الاخرى اللي هي واحد ناقص ليكسبونسيال ديال اي تيتا. باش نستغل هذه اللي درت غنحاول نتخلص غير من الناقص. كنعرفوا حنا بان ناقص واحد على الشكل الاسي هي ماذا؟ هي ليكسبونسيال ديال اي فوا بي، لان كوس بي زائد اي سينوس بي فهم، بمعنى غتولي واحد زائد ناقص واحد هي ليكسبونسيال ديال اي فوا بي فوا ليكسبونسيال ديال اي تيتا، يعني هي واحد زائد ليكسبونسيال ديال اي عامل لتيتا زائد بي. بمعنى في هذه دابا غنطبق نفس هاد لافورميل، غير هي هذيك تيتا غنعوضها بماذا؟ غنعوضها بتيتا زائد بي. دونك واحد ناقص ليكسبونسيال ديال اي تيتا يساوي دونك دو فوا كوس تيتا زائد بي سيغ دو. إذا هنعوض تيتا سيغ دو غنديرو تيتا زائد بي سيغ دو فوا ليكسبونسيال ديال اي فوا تيتا بلوس بي ديفيزي باغ دو. مزيان واخا دابا هادشي اللي عندنا. المهم هادي تقدر تردها بدلالة السينوس ماشي مشكل، يلاه خليها كنخدمو بيها ماشي مشكل. دابا عاد غادي نشوفو بالنسبة للعدد اللي عندنا حنا اشنو غادي يعطينا في الأخير. يعني زاد اللي قلنا هو واحد ناقص ليكسبونسي ديال اي بي سيغ كاتخ تيتا هي بي سيغ كاتخ. المهم غتولي هي دونك دو فوا كوسينوس تيتا زائد بي، يعني بي سيغ كاتخ زائد بي اللي هي 5 بي سيغ كاتخ، وغادي نقسموها على جوج يعني غتولي 5 بي سيغ 8 فوا ليكسبونسي ديال اي عامل لي تيتا عاوتاني زائد بي سيغ 2، يعني غتبقى 5 بي سيغ 8. مزيان نشوفو الى بغينا نجربو مثلا زد او كاري. انت ديك الساعه كتشوف لي تيبان لك مناسب. مثلا يلا نشوف واش الموديل دو زد كيساوي مثلا هادي 2 كوس 5 بي سيغ 8. تقدر تبان لك كملاحظه من البدايه كتلاحظ راه كتساويها ياك، ولكن بشرط ان تنتبه ان هذا العدد هذا راه محصور ما بين موان بي سيغ 2 بي سيغ 2، داكشي اللي قلت لك قبيله باش يكون الكوسينوس بوزيتيف 5 بي على 8. او عفوا لا 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 ما بلاتي انا الحق اللي عييت صراحه ما رديتش البال. راه 5 بي سيغ 8 راه فايته لينا بي سيغ 2، يعني فايته لنا 4 بي سيغ 8. بمعنى الا جينا نقلبوا عليها الا مشينا للدائره المثلثيه هذا هذا الفخ الشكل هذا صراحه صار نضل البال. 5 بي سيغ 8 هي ماذا؟ راه هي 4 بي سيغ 8 بلس بي سيغ 8. 4 بي سيغ 8 راه هي بي سيغ 2، اذا هي بي سيغ 2 عفوا بي سيغ 2 بلس بي سيغ 8، يعني ها هي بي سيغ 2 وزدنا عليها بي سيغ 8 واحد الجزء. اذا غتكون عندك هنا هاد 5 بي سيغ 8 الكوسينوس ديالها غيكون ستريكتومون نيجاتيف، اذا ما يمكنش يكون الموديل دو زيد كيساوي هاد القيمه، اذا هذا اقتراح غلط. صافي الحاجات الساهلين حنمشينا اليوم. ثم الى هضرنا على لارغيمون دو زيد، لارغيمون دو زيد واش كيوافق 3 بي سيغ 4؟ الى جاوبتيني وقلتي لي لا حيت هنا عندنا 5 بي سيغ 8 عاوتاني غنقول لك جاوبك غلط. لماذا؟ لانه هذه ليست كتابه على الشكل الاسي في هذه الحاله. علاش؟ لان هذا العدد اللي عندنا هنا راه نيجاتيف، يلا هضرنا عليه دابا الكوز ديال هذا غيجينا سالب. الا بغيتي تعرف لارغيمون شحال كيساوي خصك ترد لينا هادشي اللي هنا موجب. والطريقه السهله باش نردو هادشي اللي هنا موجب هو ان 5 بي سيغ 8 غادي نشوفو على هاد الشكل هذا، كوس اكس هي السينوس ديال بي سيغ 2 موان اكس، بي سيغ 2 موان هادشي هذا غتبقى لنا هي السينوس ديال موان بي سيغ 8 3 فوا 2 فوا ليكسبونسيال ديال اي 5 بي سيغ 8. ثم هنا السينوس راه سيت اون فونكسيون امبير دالة فرضية نخرج موان هنا، ثم هذيك الموان هي ليكسبونسيال ديال اي فوا بي، دونك هنا غتزاد واحد بي، يعني غتولي 2 فوا سينوس بي سيغ 8 فوا ليكسبونسيال ديال اي 5 بي زائد بي، لان يعني واحد المقام تولي زائد 8 بي، يعني 13 بي على 8. اذا لارغيمون دو زاد يوافق هذه القيمه
L'argument de Z يوافق 13 بي على 8 موديلو دو بي. سؤال مهم جدا، انا لقيت الارغيومون كيوافق هذه القيمه، هما عاطيني الارغيومون كيوافق هذه القيمه، هل معناه ان الاقتراح او غلط؟ ليس بالضروره، خصك حتى تتاكد من واحد القضيه. شنو هي هذه القضيه؟ الارغيومون اللي لقيتي انت والارغيومون اللي عطاوك هما، جمعهم وشوف واش كيعطيوك شي عدد يوافق زيرو موديلو دو بي، يعني شي حاجه مضروبه في دو بي. بمعنى اخر غدير 13 بي على 8 زائد 3 بي على 4 وشوف اش غيعطيك هذا الشيء. نضرب هنا فوا 2 باش نوحد المقام، غتعطيني هنا 13 زائد 6 اللي هي 19 بي على 8. 8 و 8 16، غتبقى لي 3، يعني 16 بي على 8 هي 2 بي، زائد غتبقى 3 بي على 8. دونك كاينه هذه، لو لقيت غير 2 بي او 4 بي او ناقص 2 بي او زيرو، ديك الساعه غنقول بان هذه القيمه وهذه راهم متوافقين مع بعضهم موديلو 2 بي. ولكن بما ان لقيت شي حاجه اخرى زايده هنا ما كتوافقش زيرو موديلو 2 بي، اذا فهما متوافقينش، اذا فالاقتراح اللي عطاوه هما غلط. هكذا هذا هو المنطق الصحيح باش كنفكروا فيما يخص الارغيومون. طيب اذا تاكدنا من جوج اقتراحات غالطين. هاد زيد او كاري كتساوي واحد زائد، الا حطونا هربت منها انت هكا خصك تفكر شي حاجه تبان لك بعيده، ولكن هاد الشيء حيت قريب للكتابه اللي حصلنا عليها، لهذا بديت كنسبقهم هما الاولين. بقات لينا دابا السي والدي، بجوجهم غادي نحسبوا فيهم زيد على بيسونس 8. اجيو نحسبوها ونشوفوا شنو غادي تعطينا. دونك زيد على بيسونس 8 ملي غادي نحسب في هاد الصيغه اللي حصلنا عليها، في الحقيقه نبعدو من هذه خليها، حيت هما عاطينا هذاك الشيء فيهم كوسينوس 5 بي سيغ 8 ياك. اذا نحاولوا نرفعوا هاد الشيء هذا، يعني غتجيني هي 2 فوا كوس 5 بي سيغ 8 هكذا على بيسونس 8، والاكسبونسيال اي 5 بي سيغ 8 هذه اللي خصني نحسبها دابا على بيسونس 8. ملي غنرجعوها للاسين غتبقى لنا هي الاكسبونسيال ديال اي فوا 5 بي. 5 بي راهي 4 بي بلس بي، 4 بي كتوافق 0 مودولو 2 بي، إذا غتبقى لي غير ليكسبونسي ديال اي فوا بي، وليكسبونسي ديال اي فوا بي كتساوي موان زان، يعني هادشي هذا اللي غيتضرب في هاد ليكسبونسي ديال اس 8 غيعطيني فوا موان زان، بمعنى غنسبق الموان هنا، يعني في الأخير كتعطينا زيد على بيسونس 8 كتساوي ناقص هادشي هذا. إذا الاقتراح الصحيح هو الاقتراح سي، أكيد أن هذا غيكون غلط. بالنسبة لأ حيت ما ناقشناش، واخا حنا عرفنا الجواب الصحيح. إذا بغيتي تتأكد دابا من هذه، كتلاحظ من خلال هذه الكتابة أن المعيار الموديل دو زيد أو كاري اللي عطاوك تما كيساوي راسين دو دو، صافي هذه تقدر تعتبر تقارن غير من خلال المعيار. بينما المعيار ديال زيد اللي عندك دابا أنت، زيد هذا اللي حسبتي الموديل ديالو، حنا قلنا بطبيعة الحال مكيساويش هذا، كيساوي هذاك اللي رديناه موجب، كيساوي هذا الشيء هذا، يعني لو موديل دو زيد كيساوي لنا 2 فوا سينوس بي سيغ 8. خصني نحسب انا لو موديل دو زيد او كاري، بطبيعة الحال لو موديل دو زيد او كاري راه يساوي لو موديل دو زيد او كاري، هذه قاعدة لنا، يعني غنشد هذا دابا هذاك بوحدو ثانينا، غنشد هذا دابا غنرفع او كاري، غيساوي لنا 4 فوا سينوس او كاري ديال بي سيغ 8. باش نقارن واش هادشي كيساوي هادشي، تقدر تعتمد على الطريقة التالية باش تحسب لينا السينوس بي سيغ 8، غتمشي بهاد الطريقة هادي. كنلاحظوا بأن بي سيغ 8 هي ماذا؟ هي 2 أو العكس، زعما 2 فوا بي سيغ 8 كتعطيك بي سيغ 4، وبالتالي غنمشيو لهاد لي فورميل هادو اللي كنعرفو، مثلا كوس 2 فوا تيتا هي 2 فوا كوس أو كاري تيتا موان زان، ياك؟ غادي نجبدو منها كوس او كاري ديال تيتا شحال كتساوي، إذا غتجينا واحد على جوج عامل كوس دو تيتا بلس ان، باعتبار ان تيتا غادي ناخدوها هي بي سيغ 8. صافي اذا غنستنتجو بان كوس او كاري ديال بي سيغ 8 كتساوي واحد على جوج، هي دو فوا تيتا هي بي سيغ 4، كوس بي سيغ 4 هي راسين دو دو سيغ دو، غندير بلس ان واحد المقام غتعطينا راسين دو دو بلس 2 سيغ 2.
باش غتولي في الاخر بحال هكذا، غتولي راسين دو 2 بلس 2 سور 4. احنا محتاجين سينس او كاري ديال بي على 8، ديال بي على 8 هي 1 ناقص كوس او كاري، يعني 1 ناقص هادشي هذا راسين دو 2 بلس 2 سور 4. غادي نوحدو المقام، غتجينا هنا 4 موان 2 هي 2، غتبقى 2 موان راسين دو 2 ديفيزي بار 4. الى عوضتي هنا ضرب فوا 4، ضرب هاد 4 فوا هادشي اللي لقيتي، غتبقى لك لو موديل دو زيد او كاري كيساوي 2 موان راسين دو 2. واش كتساوي لك راسين دو 2 اللي عندك هنا؟ بطبيعة الحال لا، فهم؟ وبالتالي هذا معناه ان الكتاب اللي عطاوك هنا الاقتراح هنا اقتراح غلط. انا المهم طولت في الحساب، انا كنستغل الفرصه، انا ما كرهتش شي في التصحيح، ما كرهتش ندير فيه 4 السوايع، لان هذا الشيء تيكون غني غني بالمعلومات اللي ممكن نناقشوها وتستافدوا منها. خصك غير انت الا عييتي حبس الفيديو، بدل الجو واحد شويه، واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ورجع كمل معايا باش تزيد تستافد من مجموعه ديال المعلومات، لان الكونكور راه هكذا داير، ما يمكنش نعطيك انا واحد الطريقه زعما حيت ساهله باش نبين لك الكونكور ساهل. لا، راه الكونكور شي حاجه اللي زعما ما تقدرش تتوقع شنو غيتقدر تطلب منك نهار الكونكور، يعني شنو التقنيه اللي تنفعك، شنو الهضره اللي غتنفعك، شنو المعلومه اللي غتنفعك. فبزاف الحوايج اللي هذا خصني انا نعطيك كل شيء ونناقش معك من جميع الجوانب، يعني ما يمكنش نكتفي فقط بالجواب اللي يصلح لينا لهذا السؤال كانني تلميذ وكنجاوب. الا جيت نخدم كانني تلميذ وكنجاوب، نورمالمون هذا الفيديو خصني نديرو في 30 دقيقه او اقل، نقول لك فوالا السؤال 4، اقرا السؤال، لا اجي الجواب الصحيح مثلا ندير ليه هكا دوز، الاخرين غالطين ما نهضرش عليهم. لا، خصني نهضر عليهم وخصني نشرح ليك وعلاش وكيفاش. يقدر يجيك واحد النهار انت الكونكور غتلقى راسك هاد الاقتراح خصك تفكر فيه، خصك تفكر فيه كيفاش، واش صحيح ولا غلط، يعني ما غتسبقش الاخرين كما درت دابا مثلا انا. اذا خصني نعطيك حتى هنا الوسائل كيفاش ممكن تتصرف، واخا هادشي كيبان كياخذ الوقت، ولكن انا كنشرح لك دابا، كنعطيك تقنيات. بزاف ديال الحاجات تنكتبهم انت ما غتكتبهمش، غديرهم بحساب ذهني. بزاف الحوايج كنبقى نهضر فيهم انا حيت كنشرح، دونك غادي نطول. اذا انت ما تتعلمش مني غير حاجه واحده في هادشي كامل، وهي انك ما تتعلمش مني كثره الكتابه فهادشي اللي كندير في الوثائق دابا، وكثره الهضره، ولا يعني الهضره انت ما غتهضرش، ولكن غتبقى تفكر بواحد الطريقه فهمتي طويله. لا، اختصر على راسك وكون سريع في التفكير. انا الدور ديالي دابا كنعلمك ونناقش معاك، اذا ضروري خصني ندير هكا. واخا مزيان، شوفوا دابا السؤال الموالي هنا. عطاونا العدد العقدي U كيساوي كوس ديال 2 بي سور 7 بلس اي فوا سينوس 2 بي سور 7. عطاونا هاد الاقتراحات، دونك عطاونا اقتراح A، كذلك نشوفو B C D والاقتراح E اللي متشابهين هما B و C، فيهم مجموع ديال القوى ديال العدد U. وهنا كاين واحد الملاحظة مهمة بزاف غادي نناقشها معاكم، هاد الملاحظة كتقرا فقط للتلاميذ ديال العلوم الرياضية. بالنسبة لكم انتوما راني حطيت لكم لي فيديو ديال شرح الدرس ديال الأعداد العقدية، وهذاك شرح الدرس كان موجه لشعبة ديال العلوم الرياضية. إذا انتوما ملي غتبعوا داك الشرح ديال الدرس غتكونوا شفتوا هادشي اللي غادي نناقشوا الآن إن شاء الله. إذا داك الشرح غادي يفيدكم باش تختصر على راسي الآن في الشرح. أنا غادي نرجع لديك أون نقشة، ولا الحق النقشة هي الأولى يلا باش نحيدوا علينا وعاد نناقشوا الآخرين يلا، باش نتاكدوا في الاقتراح اللي هو صحيح. دابا الطريقه اللي غنناقش معكم بالنسبه لهادو لهذا وهذا، راه مجرد ما تكون فاهم الفكره مباشره غيبان لك اقتراح بي غالط وسي غالط من اللي بديت هنيتي منه. اذا انت تبقى عندك الاختيار ما بين ا و دي، الا كانت وحده فيهم صحيحه اذا تيكون او هو اللي صحيح. فهم يلا نسبقوا ديك الأ. اولا باش نختصر على راسي، غادي نشوف هذاك او على شكل كتابه اسيه، والاكسبونسي ديال اي فوا دو بي سور 7. او بار هي الاكسبونسيال ديال موان اي فوا دو بي سور 7. حد الان مزيان، واش عندنا 1 زائد او كتساوي 2 فوا او بار؟ هنا اما غادي تعتمد على داكشي اللي شرحنا قبيله، ديك الصيغه اللي كتساوي 2 فوا كوس تيتا سور 2، يعني غتبقى بي سور 7 فوا ليكسبونسيال اي تيتا سيغ 2، يعني غتبقى بي سيغ 7. وغتقارن هادي سؤال، هل تساوي 2 فوا
ليكسبونونسيال ديال موان اي فوا 2 بي سور 7. يعني واش كتساوي لنا هذا؟ الا اختزلتي 2 مع 2، طبيعة الحال الاختزال ماشي في هذا الكتاب، انا ما تنشرح دابا. الا اختزلتي ديك 2 مع 2 كيبقى لك، باش تكون هذه الكتابة صحيحة خاص بلاتي ندي هاد ليكسبونونسيال بلاتي ندي بلاتي اللي هو مناسب، ندي هذا الجهة الأخرى صافي بحال نقسم عليه وطلع الفوق، يعني غيولي هاد الأس زائد هاد الأس غتولي 3 بي على 7، بمعنى غتولي عندي كوس بي سور 7 فوا ليكسبونونسيال اي بي سور 7 بلس 2 بي سور 7 اللي هي 3 بي سور 7 تيكال ا. هذا سي ان نوم غيال، دونك ماذا يعني هذا؟ يعني ان هذا راه سي ان نوم غيال، وباش يكون هذا ان نوم غيال يعني خص لا بارتي ايماجينير ديالو تكون كتساوي زيرو، بمعنى اخر سينوس ديال 3 بي على 7 واش كيساوي زيرو؟ هذا غير صحيح بكل بساطه، لان 3 بي على 7 لا توافق بلوس او لا، المهم لا توافق بي سور 2 موديل 2 بي، موديل بي عفوا نديرو غير بي، يعني خاصها تكون اما بي سور 2 او لا موان بي سور 2 بلوس كابي. صافي لان هذه باينه صافي، دونك الامور راه واضحه. كاين حتى وكاين طريقه واحده اخرى اللي سهله انا ما شفتها بانت ليا، هو بحال غنفترض انها صحيحه كاع وغنطيح في واحد التناقض بطريقه اسهل. إذا افترضنا حنا أن واحد زائد أو كتساوي أو بار، كتساوي جوج فوا أو بار، واحد زائد أو كتساوي دو فوا أو بار، فهذا يكافئ، غادي ندخل عليهم بار كاملين، يعني غتولي واحد زائد أو بار كتساوي جوج فوا أو بار بار هي أو، دونك دو فوا أو. ثم من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نشد هاد الواحد هذا غنعوضو من هنا، من هنا هادي راه كتعطيك بأن واحد كيساوي دو فوا أو بار ناقص أو. فهمتي دابا هاد الواحد غادي نجي نعوضو هنا ونشوف، دونك هذا يكافي بأن دو فوا أو بار ناقص أو زايد أو بار كيساوي جوج فوا أو، يكافي تلاتة فوا أو بار كيساوي تلاتة فوا أو، يعني أو بار يساوي أو. أن نومبر كومبلكس كيساوي سون كونجيكي كيساوي المرافق ديالو فقط إذا وفقط إذا كان هذاك العدد العقادي عدد حقيقي، يعني ينتمي إلى R، وحنا كنلاحظوا بان العدد او لا ينتمي الى اخ، ليس بعدد حقيقي لان لا بارتي ايماجينير ديالو ما كتساويش لينا زيرو، نفس النتيجه اللي وصلت لها قبيله. اذا هذاك يعني ان الاقتراح اقتراح غير صحيح. دابا غادي نناقش معكم هادو اللي فيهم هذا المجموع بحكم كاينين في السي او دي. كاين واحد الملاحظه مهمه في هذا النوع ديال الاحداث، شوف معايا مزيان دابا فهادشي، نحاول نستعملو لون اخر باش تركز معايا. الاعداد التي تكتب على هذا الشكل، لاحظ معايا اولا على شكل كتابه اسيه بحيث المعيار يعني لو موديل تساوي واحد، وهنا تيكون على شكل اكسبونسييل ديال اي فوا تيكون عندك هنا دو بي، رد معايا البال مزيان، دو بي مقسوم على واحد العدد، العدد بطبيعه الحال يكون هذا صحيح طبيعي غير منعدم. بحال دابا حنا عندنا دو بي سور 7، بصفة عامة تنتكلمو على أعداد تكتب على شكل إكسبونسيل ديال إي فوا دو بي سور إن، هاد الأعداد هادي كاملة تتكون ماذا؟ تتكون هي حلول المعادلة زد على بويسونس إن كتساوي واحد، بمعنى آخر كتسمى هديك الأعداد الجذور النونية للوحدة لغاسين إنيام دو لونيتي. هاد الجذور النونية راه ما كاينش غير واحد، مجموعة الحلول ديال المعادلة بحال هادي اللي سميناها دابا او، مجموعة الحلول ديالها تكتب على هاد الشكل، هي مجموعة الأعداد التي تكتب على شكل ليكسبونسييل ديال اي، هاديك دو بي على ان كنضربوها في واحد العدد ك، بحيث العدد ك تيكون عدد ينتمي إلى المجموعة زيرو واحد جوج ثلاثة وانت غادي حتى ال n موانزا. صافي إذا لاحظ عدد الحلول اللي كاين شحال، العدد اللي حسبتي هنا n موانزا ناقص زيرو زائد واحد اللي هو n،
إذا ان من الحلول، دونك معادلة على شكل زد على بويسونس ان كتساوي واحد تقبل ان من الحلول، جميع تلك الحلول تكتب على هذا الشكل. الحل الأول هو تعوض ك بزيرو، يعني غتعطيك ليكسبونسيال ديال اي فوا زيرو اللي هي واحد. الحل الثاني هو تعوض ك بواحد، يعني غتعطيك ليكسبونسيال ديال اي فوا دو بي على ان. الحل الثالث هو ليكسبونسيال ديال اي فوا تعوض ان ك بجوج دابا، يعني غتعطيك تعوض ك بجوج صافي غتعطيك جوج في جوج 4 بي على ان. الاخر اللي من بعد تعوض ك بثلاثة، اذا جوج في ثلاثة هي ستة، ستة بي على ان، وهكذا وانت غادي. دابا الامر اللي كاين هو ان نلاحظ ان تلك الحلول راه في الحقيقة راه تكتب على هذا الشكل، على شكل ليكسبونسيال ديال اي دو بي سيغ ان على بيسونس ك، داك الك اللي مضروب في جوج بي تقدر ترفعو للاس. مزيان، الى جينا دابا نديرو مجموع تلك الحلول كنلقاوه يساوي صفر. منين غنجيبو هاد القضية هادي؟ غنجيبوها من المعادلة نفسها. المهم في الحقيقة فيها واحد برهان، المعادلة نفسها ما عطاتكش دوك الحلول نفسهم. المهم يلا باش من الحقيقة فيها واحد التفاصيل اللي ما غيسمحش الوقت في الحقيقة باش ندخل فيهم، لان خصني ندير زيد على بويسونس ان موان زان وندير واحد ليدونتيتي ريماركابل، وغادي نحصلوا على واحد المجموع بحال هذا فيه لبويسونس داكشي كيساوي زيرو، وغادي نستنتجو. لكن غادي نضيع الوقت لان غيخصنا واحد المرحله، غنبقى ندير واحد الظرف في شي حوايج اللي غنعقدوا فيه الامور. المهم حنا عندنا واحد الخاصيه، اش كتقول لنا خاصيه في هذه المرحله هذه في الفقره دابا؟ كتقول لنا بانه مجموع الجذور النونية للوحدة منعدم. بمعنى إذا شتينا الحل الأول اللي هو واحد زائد الحل الثاني اللي هو الإكسبونسيال إي دو بي سيغ إن، ودبنا ليه أس واحد، يعني نعوضو عوضنا كاب زيرو عطاتنا واحد، نعوضو كاب واحد عطاتنا هذه، زائد الإكسبونسيال ديال إي دو بي سيغ إن، غادي نعوض ك دابا بإتنان، يعني خصنا هذا أوكاري، زائد عاوتاني نفس العدد أس ثلاثة، وهكذا حنا غاديين حتى لآخر حل. آخر حل غنعوضو فيه كاب ماذا؟ آخر قيمة هنايا، يعني ليكسبونسيال ديال إي دو بي سيغ إن على بيسونس إن موان زان، مجموع هذه الحلول يكون ماذا؟ يكون منعدما، دونك هادشي كيساوي زيرو. إذا لاحظ الأس اللي خصك تحبس فيه هنايا تيكون هو داك المقام ناقص واحد، بشرط ان البسط تكون في جوج بي. نرجعوا دابا للاكزرسيس ديالنا، هذاك العدد او هو ليكسبونسيال ديال اي دو بي سيغ 7، اذا دو بي كاينه دونك ان هو 7. اذا الا شتينا واحد زائد او اس واحد زائد او كاري زائد، وحبسنا حتى الاي اس ان ناقص واحد اللي هو اس 6، فهذا ماذا يساوي؟ مباشره يساوي صفر. مزيان بزاف بزاف انك تكون عارف هذا الشيء. هذا راه كاين واحد ليكزرسيس اللي هو كلاسيك تيتحط في نومبر كومبلكس، فيه داك العدد اللي كنسميوه جي اللي هو ليكسبونسيال ديال اي دو بي سير 3. هذا راه فيه واحد الخاصيه عندها علاقه بهذا الشيء تماما، بحيث يقول لك مثلا بين ان واحد زائد جي زائد جي او كاري كتساوي زيرو. لاحظ هنا عندك اين هو ماذا؟ هو 3. ولاحظ اش من اس حبسنا؟ حبسنا حتى 3 ناقص 1 اللي هي 2، وعندك جوج بي، لو كانت بي راه هضره اخرى، اذا المجموع هذا تيكون زيرو. مفهوم؟ شوف معايا، لو كان عندك مثلا شي عدد في كيساوي ليكسبونسيال ديال اي بي على 3، وكنا بغينا نستعملو شي حاجه فيها القوه ديال في نحسبوها، هنا باش ترد على الصيغه كدير هكذا، هي ليكسبونسيال ديال اي دو بي سيغ 6. وفي هذه الحاله باش تحصل على زيرو كيخصك مجموع ديال القوى، واحد زائد في زائد في او كاري زائد، فين خصك تحبس حتى الاس 6 ناقص 1 اللي هي اس 5، في اس 5. دابا عاد هادي غتساوي لك زيرو، بمعنى اخر بالنسبه لهذا العدد هذا خصك تحبس حتى 5. المهم هذا ملاحظه صراحه مهمه، وعطى الله من تشرح في هذا الشيء لان كاين فيه بزاف ديال التفاصيل. حنا الخلاصه اللي خرجنا بها دابا هو ان هذا المجموع فهو يساوي زيرو. الاقتراحات بجوجهم عطاونا كيساوي جوج، وهنا عطاونا ناقص واحد، وبجوجهم اقتراحات غير صحيحة. إذا في الأخير كتلقى راسك قدام الاقتراح دي، إما تلقاه صحيح وإما غادي تختار الاقتراح أو. بالنسبة للدي، إذا كنتي ضابط هذوك لي فورمول اللي كنا ناقشنا قبيلة
فارق غادي تجاوب بطبيعة الحال بكل سهولة. إذا لاحظ في هذا الكونكور هذو لي فورمول شحال كانوا مهمين. إذا واحد ناقص U يعني ناقص الإكسبونسيال إي بي دو بي سوف سات على واحد زائد الإكسبونسيال ديال إي فوا دو بي سوف سات. قال لك واش هذا عدد حقيقي؟ إذا مستعمل هذوك لي فورمول دونك هذه بعدا كانت هي 2 فوا كوس تيتا سور 2 يعني تبقى بي سور 7 فوا ليكسبونسيال ديال اي تيتا سور 2 تبقى بي سور 7. اللي فيها الموان فاش كنا درنا ديك الخدمه قبيله لقينا راسنا عوض هذيك تيتا في هذه الصيغه هذه عوض تيتا غادي نعوضوها بتيتا زائد بي بمعنى هي 2 فوا كوس 2 بي سور 7 زائد بي من واحد المقام غتبقى 9 بي على 7 على 2 دونك 9 بي على 14 فوا ليكسبونسيال ديال اي 9 بي على 14 صافي. رجع لديك الفورمي اللي شفنا غادي تلقاني درت هادي 2 فوا كوس تيتا بلس بي دونك زدت بي الاولى عاد قسمت على 2 فوا ليكسبونسيال ديال اي تيتا بلس بي سير 2 دونك تمشي 2 مع 2. ما غاديش نهضر مع دوك اللي فيهم الكوسينوس ما غاديش نبرز راسي مع التبسيط ديالهم حيت ما فيهم حتى شي مشكل يعني في الكونكور انت درتي واحد شويه الوسخ صافي بلا ما تكتب هادو ما تهضرش عليهم شوف لي غير هاد الشيء شنو غادي يعطيك. فهداك الشيء كيعطيك هو ليكسبونسيال ديال اي 9 بي على 14 وغادي نقصوا منها بي على 7 بمعنى نوحدوا المقام غنقصوا منها 2 بي على 14 دونك 9 بي ناقص 2 بي هي 7 بي على 14 نختزل ب 7 غتبقى لنا ليكسبونسيال ديال اي فوا بي سور 2 هذا يساوي بكل بساطة يساوي اي يعني كيعطينا في الاخر هذا الشيء كيعطينا هذا الكوسينوس ديفيزي باغ هذا الكوسينوس فوا اي اللي هو واحد العدد ينتمي الى اي ار بمعنى ليس عدد حقيقي وبالتالي هذا اقتراح خاطئ كيبقى الاقتراح الصحيح هو الاقتراح او. غادي نشوفوا دابا السؤال رقم 6 اللي هو في الدرس ديال لي بروبابيليتي ديال الاحتمال. مزيان اذا قالك يحتوي صندوق على ثلاث كرات بيضاء ثلاث كرات سوداء وثلاث كرات حمراء لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس نسحب بالتتابع وباحلال دونك دون مانيير اللي هي سوكسيسيف افيك ريميز غادي نسحبوا 4 بول 4 ديال الكرات من هذا الصندوق. السؤال دابا قالك احتمال الحصول على الالوان الثلاثه يعني في هاد 4 ديال السحبات هو وعطاونا هاد الاقتراحات. الحدود الان باقي الدرس ديال الاحتمال ما حطيتوش ليكم ملي غادي نحطو ان شاء الله غادي ندير فيه واحد الشرح يعني بواحد التفصيل كبير بزاف بحيث انكم غتكونوا قادرين ان شاء الله تفهموا كيفاش تجاوبوا على النوع ديال الاسئله وسيرتو تفهموا القضية ديال المعامل الخاص بالترتيب. غادي نحاول نشرح لكم شويه دابا ولكن داكشي تيخصو الشرح في الدرس في حد ذاته. مزيان اذا اول حاجه غادي ندير في الوساخ بحال هذا الشكل هذا. اذا عندي 3 بول اللي هما برونش دونك ندير بي هنا غيكون نوار وهنا روج. مزيان غادي نسحبو منهم 4 ديال الكرات سوكسيسيفمون et avec remise. Et dans la formule, la radine de Mobia, il y a n à la puissance p. Mais bien, je vais radine s'habou. Radine s'habou 4. Bien, p ou a 4. Il y a un s'habou cardinal de oméga. Ou n, je vais le voir en n'a. N ou a le bichemou à dire courant, il y a un f. Taïm, il y a un flou à ça, radine s'habou. L'un dirait bien, il y a un cardinal de oméga ou 9 à la puissance 4. Mais tiens, je vais le savoir, comme je suis mouchkin. دابا حنا في هذوك الربعه ديال الكرات اللي غادي نسحبو السؤال اللي خصنا نركزو عليه هو كيف هو احتمال الحصول على ثلاثه الالوان يعني من بين هذوك لي كات خبول خصني نلقى عندي لي تخوا كولور. اذا ما هو الاحتمال باش نحصلو على هذه القضيه هذه باش يتحقق هاد ليفينمون؟ الجواب اللي كاين هو انك غادي تمشي انت بالتدرج يعني غتمشي خطوه خطوه باش تعرف تنظم امورك. ممكن نجاوبو باستعمال هذيك لاغبغ دي بروبابيليتي يعني شجره الاحتمالات او لا تمشي بالطريقه اللي غادي نناقش معكم الان. اولا غادي نمشي على اساس
حيت ملي كنقولوا بحق دابا ما لقيت راسي الصيغه باش نبدا ليكم، ما بديتش بطريقه صراحه واضحه. بكل بساطه عندي ثلاثه ديال لي كولور وغادي نسحب اربعه ديال الكرات، بما انني باغي نحصل على ثلاثه الالوان اذا راه كل لون غناخد منه كره، هذه اكيد. اذا وحده غتكون بلونش، وحده غتكون نوار، وحده غتكون روج، الرابعه كيف ما بغات تكون من هذوك الالوان ما تهمش. صافي، يعني غادي نحسبوا دابا عدد الامكانيات على هذا الاساس هذا، ومن بعد عاد نشوفوا القضيه ديال الترتيب. يلا شوفوا معايا، غادي نمشيو بهذه الطريقه دابا. الاولى نمشيو على هذا الاساس. اذا لو بغينا نحسبوا الاحتمال بي اللي مطروح علينا دابا في السؤال، كاردينال اوميغا هو نافع لا بيسونس كار. نشوفوا هذا الشيء هذا، الحصول على كره بيضاء، عندي ثلاثه كرات بيضاء كنسحب منهم وحده 3 لا بيسونس 1 كنرجعها، فوا الحصول على كره واحده سوداء، عندي ثلاثه وغادي نسحب منهم وحده، اذا 3 لا بيسونس 1 فوا ثلاثه حمراء وغادي نسحب منهم وحده، اذا غادي 3 لا بيسونس 1 فوا. دابا هذه كيف ما بغى يكون اللون ماشي مشكل، اذا كانت بيضاء غتكون بحال هذه. المهم في الخلاصه شحال عندي، عندي اللون الابيض واللون الاسود واللون الاحمر، اذا ثلاثه الالوان، كانت سوداء نفس القضيه، كانت حمراء نفس القضيه، اذا ما تهمش. بمعنى هذه غنعتبر دابا الصندوق كامل وغادي نسحب منه كره واحده، يعني عندي نف ديال لي بول وغادي نسحب منها واحده. اجي نشوفوا دابا المعامل ديال الترتيب. بالنسبه لمعامل الترتيب غادي نعطيكم يعني صيغه في يعني حاليا نخدموا بها، على اساس انه في اثناء شرح الدرس ان شاء الله غادي نتعمقوا في جميع يعني التفاصيل المرتبطه بهذا معامل الترتيب باش تضبطوه ان شاء الله بشكل جيد. فالصيغه اللي غادي نطبقوا هو اولا عندنا اربعه ديال الرتب، دابا حنا خصنا نرتبوا هاد اربع كرات، يعني باش كنهضروا على معامل الترتيب يعني خصنا هاد اربعه الكرات اللي حصلنا عليهم في اي ترتيب كانت، يعني ما هما الحالات ديال الترتيب اللي غادي نحصلوا عليهم. دونك نرتب اربع كرات، لاحظ اذا عدد الرتب كندير ليه عامل هكذا، دونك تنضرب في 4 عامل، بحيث 4 هو ماذا؟ هو عدد الرتب مقسوم على ماذا؟ مقسوم على كل لون كان، يعني بحال دابا اللون مثلا الابيض الى كان تكرر غير مره واحده كندير واحد عاملي، مضروب اللون الاسود تكرر مره واحده كندير واحد عاملي، الا كانت اللون الاحمر وهذه مثلا غتكون حتى هي حمراء، اللون الاحمر تكرر جوج المرات اذا غندير فوا جوج عاملي. فهمتوا دابا المنطق باش كنخدموا؟ وفي هذا الشيء ناقشنا بالنسبه لهذه الكره في جميع الحالات هي غتكون لون من احد هذه الالوان، يعني واحد فيهم غيتكرر مره واحده، لون اخر غيتكرر مره واحده، ولكن واحد اللون فيهم غيتكرر جوج المرات، لهذا غادي نقسموا على جوج عاملي، واحد عاملي هي واحد، اذا هذا الشيء معناه تقييمه ما كنكتبوش، بمعنى كنقولوا كنضربوا في 4 عامل على جوج عاملي اللي هو معامل الترتيب، وفي الدرس ان شاء الله راكم غتفهموه مزيان علاش. وبالتالي غادي نقوموا بالعمليه الحسابيه، اذا بي الاحتمال بي يساوي، دونك هنا غتجيني 3 او كاري تسعود فوا يعني 3 فوا تسعود او كاري باش نختزل في الاخر، فوا 4 فاكتوريال هي 4 في 3 في 2 في 1، 2 فاكتوريال هي 2 في 1، دونك تتبقى لي هي 4 في 3، إذا فوا 4 فوا 3 على 9 أس 4، 3 في 3 هي 9، إذا تبقى لي 9 أس 3 على 9 أس 4 تبقى لتحت 9، إذا الاحتمال بي يساوي 4 على 9. إذا بهذه الطريقة هذه كنلقاو بأن 4 على 9 هو الاقتراح حق، إذا فهذا هو الاقتراح الصحيح. طيب بالنسبة للطريقة الثانية ممكن تفكر في الحدث المضاد، لكن غيكون فيه شويه الحساب حق زايد على هادشي، ممكن زعما دير حتى الشجره ديال الاحتمالات واخا حتى هي غتكون معقده، غير هو في بعض الحالات تكون اسهل، غير في هاد ليكزيرسيس غتكون صعيبه. انا في الحقيقه غنفضل نديرها، ولكن تنشوف راسي حيت طولت من حيث الوقت، لهذا غادي نكتفيو بهذا القدر، والجزء الثاني ان شاء الله غادي نناقشوا فيه البقيه ديال الاسئله الاخرى باذن الله.